وصفت بأنها من بين أبرز قضايا الفساد التي عرفتها إسرائيل، فقد تم توقيف ما يزيد على 30 شخصاً بينهم نائب وزير الداخلية ووزير السياحة السابق المنتميان لحزب إسرائيل بيتنا، ومسؤولون في مؤسسات رسمية وجمعيات للاشتباه بتورطهم في تحويل أموال من الخزينة العامة لمصلحة مؤسسات وتلقي رشاً مقابل ذلك. الشرطة تقول إن لديها شهادات تستدعي التحقيق مع مزيد من قيادات الحزب، لكن زعيمه أفيغدور ليبرمان يقول إن كشف القضية مع اقتراب موعد الانتخابات ليس صدفة بريئة. إنها عملية مخططة بشكل جيد، والتحقيق جاء متلائما بشكل كامل مع الجدول الزمني للعملية الانتخابية. تداول قضية الفساد واتساعها يثير المخاوف في أوساط حزب إسرائيل بيتنا، خاصة أنه لم يعد الممثل الوحيد لقضايا اليهود القادمين من روسيا. هذا القطاع اندمج داخل المجتمع الإسرائيلي، ولذلك القطاع الروسي اليوم غير مضمون لليبرمان، ومن هنا هناك توجزات أو مخاوف من أن هذا الأمر سيكون له انعكاسات سلبية. وتطالب مؤسسات قضائية وجمعيات بإقالة النواب والشخصيات العامة الضالعة في الملف لضمان نزاهة التحقيق. هناك أشخاص ذو تأثير ويجب التأكد من إقصائهم لأجل حماية التحقيق وسيادة القانون، ويجب التساؤل لماذا لا تزال فايينا كيرشنباوم تتمتع بالحصانة البرلمانية. وليست هذه هي المرة الأولى التي تتورط فيها شخصيات من حزب إسرائيل بيتنا في قضايا فساد، وليست المرة الأولى أيضاً التي تتزامن فيها تلك الاتهامات مع موسم الانتخابات، فقد سبق لليبرمان نفسه أن واجه قضية أجلت تسلمه وزارة الخارجية في الحكومة الحالية. من غير المعلوم كيف ستؤثر قضية الفساد هذه في سير الانتخابات الإسرائيلية، لكنها بالتأكيد ستلقي بظلال ثقيلة على حزب إسرائيل بيتنا، وقد تتحكم في تشكيل قائمته الانتخابية. شيرين يونس، كاي نيوز، القدس.